ما ينفعش. الاس 0400 فيه اربعه اكوموليتر، عشان كده ما تستغربش لما تلاقي ان هو ممكن يتعامل مع اكتر من عمليتين حسابيتين في وقت واحد. ايه الاربعه ده؟ دي ما دخلش على على الاكوموليتر قصدك؟ الاكوموليتر انت ما بتجيش عنده. الاكوميتر انا عملتلك علامه صح، بس هو اللي بيستخدمه ده البي ال سي اللي شغال، مش انا. انا بس بقولها لك معلومه عشان تبقى عارف ان احنا لو جينا في ايكويشن ولقينا ان احنا عندنا جمع جمع ضرب جمع 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 طرح اسمه جمع، هتلاقي نفسك مضطر تخلص عمليتين مع بعض عشان تتعامل مع عمليه ثالثه من خارج العمليه الاولانيه. بس ده دي فكره انا بقولها لك كمعلومه ليك، لكن الاكوميتر عايز تنساه انساه.